ومعنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم السيد مبارك أردول الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني. سيد أردول أحييك على شاشة الجزيرة مباشر. بالتأكيد أريد أن أستمع منك لتعقيب على ما ذكره السيد خالد يوسف بشكل واضح وصريح أنهم بالأمس كانوا مع فولكر ووصلهم ملاحظات المكون العسكري على مشروع الدستور، وعلى ما يبدو أن الملاحظات من الناحية المبدئية بشكل أو بآخر لم تأتي على النقاط الرئيسية في هذا المشروع، وأن المكون العسكري موافق من حيث المبدأ على هذا المشروع. إذن المكون العسكري الآن من الواضح أنه يريد تسليم السلطة للمدنيين والتفاعل بإيجابية مع مشروع أو مسودة الدستور. ما رأيك أنت؟ طيب، شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لكل المشاهدين عبر قناة الجزيرة مباشر، وأشكر ضيفك الذي تفضل بهذا الحديث. بالحقيقة يعني ما ظهر بالأمس وتفضلت به الآن على لسان الوزير السابق هو يعني يبين أنه المنهجية الخاطئة التي يعني تدار بها قضية الحوار في البلاد، خاصة من الآلية الثلاثية وخاصة من رئيس البعثة الأممية سيد فولكر. الأصل في مسألة الانتقال يعني في أكثر من قوة سياسية وكتلة مدنية لديها تصورات ورؤى مختلفة حول قضية الانتقال، وما الذي دعا السيد فولكر ليجعل الورقة التي تحوي رؤية وجهة نظر المجلس المركزي الذي أخرج عبر تسيرية نقابة المحامين أن تكون هي أساس للمناقشات حتى يطلب رأيا من المكون العسكري؟ وما الذي جعله يطلب منهم رأي وهم من قد أعلنوا من قبل انسحابهم من الحوار وتركهم المجال للقوى السياسية أن تتوافق، ومن بعدها سوف يسلمونهم السلطة؟ هذا إن دل إنما يدل على أن هنالك ثنائية واضحة وحوار، ونحن نعلم أن هنالك جلسات تمت بين المجلس المركزي، أفراد من المجلس المركزي مع الأفراد من قيادة المكون العسكري، واتفقوا حول الوثيقة التي سميت بدستور نقابة المحامين وتسيرية نقابة المحامين ووضعوا عليها اللمسات النهائية، والآن يبحثون عن كيفية إخراج هذا الأمر وكيفية تمريره وسط القوى السياسية. لدينا من هذا من حيث الشكل. الملاحظات الموضوعية حول الوثيقة في حد ذاتها هي ملاحظات جوهرية. أولا تتعلق ب من الذي يضع الدستور في البلاد. الدستور دائما يوضع عبر جمعيات تأسيسية وجهات يعني مفوضة من قبل الشعب أو استفتاء شعبي أو برلمان منتخب أو غيره. هذه هذه الدساتير الدائمة سيد مبارك، تسيرة نقابة المحامين. نعم نعم، في جدال كثير. الدساتير الدائمة، هذا ليس دستور دائم، ده دستور انتقالي لمدة 24 شهر يعني حتى يتم الذهاب للانتخابات، هذا ما فهمته. أبدا. طيب خلاص أقول لك شيء. إذا دستور كما تفضلت دستور انتقالي يأتي بتوافق سياسي ما بين قوى سياسية، يعني الكل غير مفوض، إنما المطلوب منهم يتوافقوا حول كيفية وشكل إدارة الدولة في فترة الانتقال التي يعني سوف تحدد. هذا الدستور الملاحظات أو هذا الوثيقة الملاحظات حولها أنها لم تأتي نتائج توافق سياسي، وإنما يعني الآن يعني جاءت عن طريق ثنائي، وهي يعني لم تحدد بشكل واضح طول الفترة الانتقالية. هم قالوا 24 شهر حسب علمي. أنا استمعت إلى مؤتمر منذ يومين لقوى الحرية تغيير المجلس المركزي، وقالوا أن الفترة الانتقالية لا يجب أن تزيد على 24 شهر، وأعتقد ده رأيكم ورأي نداء أهل السودان أن لا تزيد الفترة عن عامين. طيب، نحن الدستور الذي يعني ناقشوه عند تسيرة نقابة المحامين وكل السفراء والعالم الذي ذهب وحضر هذا الأمر رأيناه واطلعنا عليه، ليست فيه فترة محددة،
وإذا وضعت فيه الفترة لربما وضع لاحقا، ولكن الدستور الذي نعم ده صحيح، وأنا ما قرأته أيضا النسخة التي قمت بقراءتها لم تكن فيها فعلا مدة محددة، أتفق معك، لكن هذا ما سمعت منهم هم من قيادتهم خلال الأيام السابقة. لكن هي المسألة ليس كل ما يسمع صحيح، لا ده قيادتهم يعني ما مش، لكن أنا المسألة أني على ما يبدو أن هناك جهات تعتبر من الممكن أن يكون هذا منطلق سيد أردول، يعني مثلا الهادي إدريس بالأمس وفي مفاجأة قال نعم يعني هذا الكلام من الممكن أن يكون منطلقا لبناء توافق، يقصد مسودة الدستور. قبل ذلك الفريق حميتي قال نفس الكلام. الهادي إدريس ده جزء من النظام الحالي ومن الجبهة الثورية وعضو يعني أعلى المؤسسات الحاكمة في البلاد الآن، المجلس السيادي. فما رأيك أنت في موقف الهادي إدريس والفريق حميتي؟ والله شوف، هذه البلاد يعني الطرفين هم مجرد أطراف في المشهد السياسي السوداني، وليسوا هم كل المشهد السياسي السوداني. نحن من حيث المبدأ نقول إنه كل شيء يمكن أن يطرح في الطاولة بما فيه هذا الدستور، كل شيء يمكن أن يطرح في الطاولة بما فيه هذا الدستور، ولكن تفضيل هذا الدستور على غيره من الرؤى السياسية التي سوف تقدم هي المشكلة. يعني ما الذي يدفع الفريق حميتي ولا غيره ولا الهادي ولا كذا اختيار نسخة واحدة من الرؤى السياسية الكثيرة المطروحة في الشارع وتفضيلها على الأخريات؟ ما الذي يدفعهم لذلك؟ يعني في 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 فترات الانتقال الصحيح كل الأشياء تتم بالتوافق، والصحيح كل الناس يقدموا رؤاهم، الرؤية التي يعني يتفق حولها الناس هي التي سوف تسير، ولكن لا يمكن لشخص أن يفرض رأيه ويقول تفاوضوا على هذا اشربوا من هذا الكأس أو سوف نكسر. المحتوى آخر دول، بمعنى يعني بمعنى أنا عندما قرأت الأوراق المقدمة منكم وقرأت هذا الدستور لم أجد فروق كبيرة. أنتم تريدون فترة محددة والذهاب لانتخابات أيضا في غضون عامين أقل أو أكثر، يعني تريدون أن لا يكون للمكون المكون العسكري يذهب إلى سكناته بشكل أو بآخر، الإبقاء على اتفاقية جوبا، المفوضيات والمؤسسات تنشأ، يعني ما الخلاف؟ يعني أجد أن الكلام قريب لبعضه البعض بشكل كبير. يعني صحيح صحيح يمكن أن تجد كثير من النقاط المشتركة، ولكن التفضيل الذي أتحدث إليه أقول يعني من اللائق بمكان إنه يعني تجمع كل الأطراف وتطلب من كل الأطراف، هذه البلاد ملك لكل طرف من الأطراف، الكل غير مفوض، الكل غير منتخب، صحيح. الكل ليست لديه شرعية. الآن تواجدت هذه الأطراف لربما بشكل أو بآخر في المشهد السياسي، الصحيح إنه تأخذ وجهة نظر كل الأطراف، وهذا هذا شيء جيد. إذا لقيت كل الأطراف هم يعني في نقاط مشتركة كما تفضلت بها، يمكن أن تأخذ المشتركات وتصمم على أثره. طيب ما أنتم في التوافق الوطني قوموا بتقديم ملاحظاتكم إلى الآلية الثلاثية كما فعل المكون العسكري، ملاحظاتكم على هذا المشروع؟ أبدا، لن نقدم ملاحظاتنا، لأنه نحن منطلقين من وجهة نظر مختلفة جدا. نحن لا نرى هنالك جدوى لتقديم دستور جديد، طالما عندنا دستور كان يحكم الفترة الانتقالية وهي الوثيقة الدستورية، ونرى هذه الوثيقة الدستورية مثلت يعني خلاصة التراكم الثوري في السودان وخلاصة المواثيق التي خططناها طيلة فترة النضال ضد النظام، يجب تعديلها ويجب إزالة كل النقاط أو الملاحظات حولها وبعد تزويدها بنقاط يعني أخذ ما هو في المقابل يقول لك ما الذي انقلب على الوثيقة الدستورية كان المكون العسكري وليس المجلس المركزي. إذا هنالك انقلاب كما تفضلت، الصحيح أن الرجوع بعده هو الرجوع للوثيقة التي انقلب عليها وليس تقديم وثيقة جديدة. هنا من أين يكون الانقلاب إذا أنت قدمت وثيقة جديدة مختلفة عن الوثيقة التي تقول انقلبوا عليها؟ الصحيح أنك ترجع للوثيقة التي انقلب عليها وتمكنها وتثبتها، تكون أساس للتفاوض وأساس لإدارة الانتقال، هو الوضع الصحيح. على أي حال، نحن وجهة نظرنا الآن وضعناه في وثيقة، وهذه وجهة النظر تجمع لأكثر من ثلاثة كتل سياسية: الحرية التغيير التوافق الوطني، الحرية التغيير الغوة الوطنية، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. وضعنا هذه الوثائق ملاحظاتنا كلها حول الوثيقة
الدستورية، وسوف نقدمها يوم الخميس القادم إن شاء الله في تعديل دستوري للوسيقى الدستورية، ونقدم نسخة. ما موقفكم إذا وافق المكون العسكري مع أي جهة بما فيها مجموعة المجلس المركزي؟ ما موقفكم إذا وافق البرهان على ماذا؟ مشروع الدستور، مشروع دستور المحامين، إذا وافق البرهان عليه؟ هذه سوف هذه سوف تكون ثنائية. شوف، هذه سوف تكون ثنائية. ماذا أنتم فاعلون في هذه اللحظة بينهم وبين المجلس المركزي؟ أكيد سوف نقايم هذا الاتفاق، سوف نقايم هذا الاتفاق وسوف نسقطه بلا شك. هذا ليس هنالك جدل في هذا الأمر. وهذا الاتفاق سوف خطورته تكون كالآتي: سوف لن يوحد القوى السياسية، وسوف لن يوحد الشارع حوله، وحتى المنظومة العسكرية لن يوحدها. فلذلك الخطورة إذا أنه تم القبول بهذا الاتفاق، وخطورته أنه لن يلقى تأييد من أكبر كتل سياسية أو من أكبر مجتمعات مكونة للمشهد السياسي في السودان. المكون العسكري عموما، وكذلك الشارع الذي تراه الآن ضده ويتهم الناس بالتسوية وغيرهم، وكذلك القوى السياسية، فلا هنالك مصلحة. من يريد مصلحة البلاد أن يجمع كل القوى ويأخذ مقترحاتها ويأخذ آراءها ويشكل وسيغة تمثل يا أساس. يا أخ مبارك، لعل البعض ممكن يقول لي أنت منذ عام أو أكثر قليلا وافقت على أن يطيح طرف بالطرف الآخر من العملية السياسية ومن الوثيقة الدستورية، الطرف العسكري، وأطاح بالجزء أو جزء مدني كان معه في شراكة. يعني عفوا، أنت لماذا ترفض الآن حتى ولو كانت تسوية ثنائية؟ هم يرفضون هذا الوصف ويقول أنها ليست تسوية ثنائية، لكن في يوم وافقتم على يعني الانقلاب على الوثيقة الدستورية، الإطاحة بشريك مدني ووضع جزء منه في السجون والمعتقلات لفترة، توافقون هنا وترفضون هنا؟ يعني هذا غير مفهوم للحقيقة. نحن صراحة يعني لم نوافق، لأنه الأمر ليس في يدنا أن نوافق ولا نرفض ولا هكذا ولا هكذا. يجب أن نستعدل السؤال. أولا، الأمر أنهم كانوا في شراكة واختلفوا كشركاء فيما بينهم. الآن يحاول البعض منهم جاهدا لاستعادة تلك الشراكة عبر الثنائية التي يعني يحاولون تقديمها الآن عبر الفولكر باستنادا على وثيقة الدستور. هذا كل ما في الأمر. يعني ما هو بيقول لك هنا أنا ما في وثيقة المحامين يا أخ أردول، وأنا متأكد أنت قريتها أكثر مني مليون مرة وفهمها أكثر مني، ما فيهاش حاجة بتقول إن المكون العسكري هيفضل موجود في السلطة أساسا ولا أي تسوية ثنائية. فمن أين أتيت بمسألة التسوية الثنائية؟ شوف، أقول لك شيء، لماذا هم ذهبوا به إذا لم تكن ثنائية؟ يعني لماذا طرحوه في دار المحامين مكان خلاص يمشي يحكموا البلد؟ لماذا ذهبوا به للمكون العسكري ليوافق لهم به وقالوا كما تفضلت أنت، قلت أدب لحظاتهم وهكذا؟ لماذا ذهبوا به؟ ذهبوا إلى الآلية الثلاثية وطلبوا موافقة من في هذه السلطة، سلطة الأمر الواقع. لا، ذهبوا للمكون العسكري. لا لا، سلطة الأمر، ما أنت قلت إن في سلطة الأمر الواقع، ما فيش في إيدينا حاجة. الثلاثية هي بدأت إجراءات. طيب، على أي حال يوم الخميس أنت أعلنت إن سيكون هناك تجمع سياسي جديد. أنا عايز بس أسألك عنه لضيق الوقت، عايز أسمع منك تفاصيل. ما الذي سيحدث يوم الخميس؟ ما الذي سيعلن عنه من جانبكم؟ كويس، أنا إحنا بس خلينا أجاوب لك للسؤال الفات ده وبدي للسؤال ده لو سمحت لي. تفضل يا أخي، تفضل. الآلية الثلاثية هي بدأت إجراءات كانت سمته الحوار السوداني في فندق السلام روتانا. دعت كل الأطراف في الطاولة وطلبت من كل الأطراف الاتفاق حول القضايا الإجرائية، وبعدها ينطلق الناس حول القضايا الموضوعية. المجلس المركزي رفض، هو لوحده رفض وقاطع هذه الجلسة، والحزب الشيوعي عنده وجهة نظر كذلك، لكن حضر المكون العسكري، حضر الاتحاديين، حضر الشعبي، حضرت قوى سياسية أخرى وقوى الحراك الوطني وغيرهم. عندما قاطع المجلس المركزي هذه الجلسة، الفولكر اضطر إلى إلقاء الجلسات، وذهب بعدها إلى دعم موقف المجلس المركزي إلى في وثيقة المحامين، وذهب وقال ذات يوم إنه المدنيين والعسكريين اتفقوا حول وثيقة. قلنا له لم يتفق مدني مع عسكري على أي وثيقة، ما تم هو اتفاق ما بين قيادة المجلس العسكري والمجلس المركزي حول وثيقة، ونحن لسنا طرفا فيها. الآن يحاول تسويق ذلك الموقف الذي كان منفصل، الموقف المنفصل والموقف المعارض للحوار السوداني، الآن يريد أن يسوقه على كل الأطراف. هذا لن يستقيم ذلك. جميل. الخميس أخي أردول،
يعني فعلا الوقت مع كل الاطراف ما الذي ستعلنون عنه الخميس المقبل؟ ما الجبهه الجديده؟ امشي للاجابه. ستقوم بالتشريع تفضل. يوم الخميس سوف نوقع على التعديلات الدستورية التي يعني اتفقنا حولها، حول الوثيقة الدستورية سوف نوقع عليها مجموعة من الكتل السياسية، أبرزها ثلاثة كتل: كتلة التوافق الوطني اللي بتجمع الحرية والتغيير، التوافق الوطني وقوى، جزء منها قوى الكفاح المسلح وجزء منها حركات سياسية ولجان المقاومة والطرق الصوفية ومجلس الكنائس والمجلس العالي لنظارات البجا والعموديات المستقلة، وكذلك سوف الكتلة الأخرى هي كتلة الحرية والتغيير القوى الوطنية التي تجمع الحزب الاتحادي الأصل، الحزب الاتحادي الموحد، وتجمع مجموعة يوسف محمد زين، وتجمع الحزب الجمهوري برئاسة بروفيسور حيدر الصافي، وكذلك حزب البعث السوداني برئاسة الأستاذ يحيى الحسين، وكذلك الكتلة بتاعت الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة السيد نائب الرئيس السيد جعفر محمد عثمان المرغني. سوف نلتقي، سوف نوقع على هذه الوثيقة، وعدد من القوى السياسية الأخرى أيضا سوف تكون معنا. عفوا هذا الوقت لا يتيح أن نذكرهم جميعا، ولكن أبرز ما في الموضوع أنه لا نحتاج لوثيقة سياسية دستورية جديدة، وإنما سوف نعمل تعديلات على الوثيقة الدستورية، وسوف نقدم تبرير لماذا لا نريد وثيقة دستورية جديدة وإنما نريد تعديل الوثيقة الدستورية. ونحن سنتابع معكم أخ أردولي والخميس إن شاء الله. أي حوار يجمع الأطراف السياسية في السودان. شكرا جزيلا السيد مبارك أردول الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم. المسيرة مستمرة بعد الفاصل، تلتقيكم حياة اليماني وشتاء النازحين 12 شتاء قارسا. تغطية خاصة على شاشة الجزيرة مباشر لأوضاع النازحين بالشمال السوري في ظل شح المحروقات وغلاء الملابس وتحذيرات أممية من أقصى شتاء قد يشهده السوريون منذ عقود. ابقوا معنا.